من أسياد هانغو، الإمارات تنتزع أولى جوائز العرب في النسخة الأكبر من الألعاب الآسيوية الآسياد، البطولة المحرمة على إسرائيل، تشهد ظهور كوريا الشمالية لأول مرة منذ اعتزالها الرياضة العالمية، ولا شيء متوقع من هذه البطولة أكثر من حصول بكين على أكبر عدد من الميداليات، التي تشهد مشاركة الآلاف من الرياضيين من عشرات الدول. فكيف أصبحت ألعاب القوى ملعب الصين الأكبر؟ وكيف هيمنت على هذه الرياضات؟ فبقدر ما فشلت بكرة القدم، بقدر ما نجحت واحترفت بهذه الألعاب. ألعاب الشرق الأقصى. قبل أن تتواجد الألعاب الآسيوية بزمن طويل في عام 1912، طرحت لأول مرة فكرة إقامة بطولة تجمع بين اليابان والفلبين والصين، وسميت بدورة ألعاب الشرق الأقصى، وأقيمت لأول مرة في عام 1913 بمشاركة 6 دول. استمرت هذه البطولة حتى عام 1934، وتوقفت بسبب الحرب الصينية اليابانية. بعد الحرب العالمية الثانية، استقل عدد كبير من الدول الآسيوية من الاستعمار، وبدأت هذه الدول بإعادة إحياء فكرة ألعاب الشرق الأقصى، وتم اقتراح فكرة مسابقة جديدة، وهي بطولة الألعاب الآسيوية. وفي 13 من فبراير عام 1949، أسس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى رسمياً في نيودلهي، وتم الإعلان عنها كأول مدينة تستضيف دورة الألعاب الآسيوية. بعد أعوام تعرضت هذه البطولة لعدة أزمات، ففي عام 1962 رفضت الدولة المضيفة إندونيسيا السماح بمشاركة إسرائيل وتايوان بسبب الخلافات السياسية. وبعد 8 سنوات تخلت كوريا الجنوبية عن خطتها لاستضافة البطولة بسبب الأزمة المالية. في عام 1994 انضمت جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة للبطولة، مثل دول كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزباكستان. واستبعدت إسرائيل من الألعاب منذ عام 1976، وهي الآن تتنافس في الألعاب الأوروبية. آسياد هانغتشو. افتتح الرئيس الصيني مؤخراً دورة الألعاب الآسيوية لهذا العام، والتي تقام في مدينة هانغتشو تحت شعار من القلب إلى القلب نحو المستقبل. يبلغ عدد سكان مدينة هانغتشو 12 مليوناً، ونجحت المدينة باختيار أكثر من 37 ألف متطوع للمساعدة في التنظيم. تشتهر دورة الألعاب الآسيوية التي تقام كل 4 سنوات بحفلتي الافتتاح والختام الباذخة. تقدم البلدان المضيفة عروضاً مبهرة تبرز تراثها الثقافي الغني، وتتميز هذه الاحتفالات بعروض ساحرة. لم تشهد هذه النسخة من البطولة إطلاق الألعاب النارية، وذلك للحفاظ على البيئة. وبدلاً من ذلك، لجأت الصين إلى ألعاب نارية إلكترونية، واستخدمت تقنية الهولوغرام لتجسيد حضارة المدينة. يتنافس في هذه البطولة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية، وتشارك الصين بنحو 800 رياضي، وهي صاحبة الحظوظ الأكبر للحصول على أكبر عدد من الميداليات. فمنذ عام 1982 تواصل الصين صدارتها بحصولها على الميداليات. وشهدت هذه النسخة أيضاً عودة كوريا الشمالية إلى الساحة الرياضية، وأرسلت نحو 200 رياضي للمشاركة. ستقام الألعاب في 54 موقعاً رياضياً، وستتضمن الألعاب 61 تخصصاً في 40 رياضة، بما في ذلك 28 رياضة أولمبية أساسية. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين دورة الألعاب الآسيوية، بعد أن استضافتها سابقاً في بكين 1990 وكوانغتشو 2010. لكن الرقم القياسي لمعظم الألعاب التي نظمتها دولة واحدة كان من نصيب تايلاند، إذ نظمته 4 مرات. وبعد إطلاق آسياد هانغتشو، منحت الإمارات العرب أول ميداليتين في النسخة 19 من البطولة، وذلك في رياضة الجودو الإماراتية. الميدالية الأولى كانت فضية من نصيب بشيرلت خورولوداي، والثانية كانت برونزية حصلت عليها الرياضية بيانا مونخ نيرماندانخ. والآن نترككم مع أغرب 4 رياضات تقام في هذه البطولة. غرائب رياضات آسيا. تستضيف دورة الألعاب الآسيوية بعض الألعاب الرياضية الغريبة،
من بينها رياضة سيباك تاكرا. ظهرت هذه الرياضة لأول مرة في بطولة آسيا في بكين عام 1990، وتحظى بشعبية كبيرة في جنوب شرق آسيا، وهي لعبة شبيهة بكرة الطائرة لكنها تلعب بالأقدام بدلا من الأيدي. من بين 33 ميدالية ذهبية تم منحها في سباق تاكرو حتى عام 2014، فازت تايلاند ب 22 ميدالية، مما جعلها الدولة الأكثر نجاحا في هذه الرياضة. تعتبر لعبة الكوراشك ثاني أغرب رياضة تمارس في الآسياد، وهي شكل قديم من أشكال المصارعة في أوزبكستان تعود إلى آلاف السنين. كانت الكوراش أسلوب تدريب لجنود الفاتح تيمور في القرن الرابع عشر، الذي امتدت إمبراطوريته من بلاد فارس إلى آسيا الوسطى. يركز الكوراش على القوة والقدرة على التحمل، يمسك المصارعون خصومهم بأردية تشبه الجودو، ويفوز المتسابقون عن طريق رمي الخصم أو تعثره. من الكوراش ننتقل معكم إلى كبادي، رياضة متجذرة في الأساطير الهندية، ويقال إن تاريخها يعود إلى 5000 عام. يقوم فريقان مكونان من 7 لاعبين بإرسال مهاجم إلى أرض المنافس ليقوم بلمسها، ومن ثم يعود قبل أن تتم عرقلته. ظهرت الكبادي للرجال لأول مرة في بكين عام 1990. لم تخسر الهند أي مباراة في دورة الألعاب الآسيوية، وحصلت على جميع الميداليات الذهبية التسع في تاريخ هذه الرياضة. اللعبة الأخيرة وهي الشطرنج الصيني، وتسمى أيضا بشطرنج الفيل. تحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة منذ مئات السنين في جميع أنحاء آسيا، وستظهر للمرة الثانية في دورة الألعاب الآسيوية بعد ظهورها لأول مرة في غوانزو 2010، حيث فازت الصين بالذهبيتين. والآن نخبركم عن سر نجاحات الصين في الرياضات الأولمبية. تعامل الصينيون مع الألعاب الأولمبية على أنها عمل عسكري يجب أن يكون منضبطا من أعلى إلى أسفل، بدءا من تحديد الهدف إلى وضع برنامج لتحقيقه وتخصيص موارد الدولة الكبيرة له، واكتساب أحدث التقنيات واستيراد مدربين عالميين. قبل مدة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، شرعت الصين في المشروع 119، وهو برنامج حكومي تم تصميمه خصيصاً لتعزيز حصيلة البلاد من الميداليات الأولمبية، لتنجح في تطوير نقاط قوة جديدة في رياضات أخرى غير تقليدية مثل الرماية. منذ عام 1996 حصلت الصين على 226 ميدالية ذهبية و157 فضية و137 برونزية، لتكون في المركز الثاني في كل من الميداليات الذهبية وإجمالي الميداليات خلف الولايات المتحدة فقط. وجاء أفضل أداء للصين حتى الآن في عام 2008، عندما استضافت الصين دورة الألعاب الأولمبية في بكين. في ذلك العام تصدر الرياضيون الصينيون عدد الميداليات الذهبية العالمية بفارق كبير مع 48 ميدالية ذهبية. وفي الألعاب الصيفية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو عام 2021، حصلت الصين على 38 ميدالية ذهبية، وجاءت ثانيا خلف الولايات المتحدة بفارق ميدالية ذهبية واحدة. فهل تنجح في المستقبل بإزاحة الولايات المتحدة وتصبح الدولة الأكثر حصولا على الميداليات في الألعاب الأولمبية عالمياً؟